مرحبا بك. وبيك يا عايشة؟ لاباسة؟ الحمد لله. قديش عندكم اللي روحتوا لتونس؟ عندنا قربت 20 يوم. صغار جبتوه؟ معنا الصغار سي. نحكيوا على الصغار، قديش عندكم صغير؟ عندنا 3 صغار، زوز عمرهم 15 سنة توامة، بنية وليد، والوليد الصغير عمره 8 سنين. نحكيوا على قرايتهم غادي. قريتهم فرق كبير. اه فرق كبير. ثم فرق كبير صحيح، حتى القرايه غادي كما سهله. لا الله محمد رسول الله، مش كيما قرينا نحن كنا قبل، زاد قريتنا صعيبه توا مانيش عارف بصراحه، لكن نشوف اللي قرا خلط الباك خذا باك، او نشوف من مثلا ولد خويا مع عامين بعد الباك بطل. شو نقول لك انا كي نرجعوا 24 عام تالي هكاك؟ وصلت معلومه انه القرايه غادي مجانا، احنا لك حتى من الكتب يعطي وملك ترجعهم انت من بعد في خير العام. هذيك الفرق يعني تاخذ كريدي دوت اساسيه. فوالا القرايه غادي قد تكون معناها توصل بما معناه اصعب، غادي اصعب، لاني انا عندي شكون هنايا في النيفو نتاع ولادي توا اللي هم بروميير اني ليسي تسماو، هو يقرا في السيستم تاعها في الرابعه ثانوي، فهمتني؟ يقرا في السيستم تاع اللي عليها هو يعني اقدم منهم في، فهمتني؟ هو السيستم تاعنا اقوى، كيما قال لك صعيبه ولكن اقوى. اقوى سيستم تاع فرنسا تاع ايطاليا. ايطاليا سيستم قوي وقرايه قويه. اي كي نرجعوا لكم انتم زوز، قبل ما تتزوجوا كنتوا ان كوبل، خممتوا باش تخرجوا لبرا ولا جات كل شيء صدفه؟ والله لا من الاول لا ما خممناش، اما وقت اللي جينا نعرس شفنا الظروف، شفنا يعني خدم اللي خدمناها ماهيش باش تعمل لك عائله، مش وين عندي بابا يعيش لبرا بطبيعته من سنوات، يعني اتصلت بيه وقلت له حاول انك تعمل لي كونترا باش نجم نجي، وهذاك اللي صار. مشيت انا سبقته 6 اشهر واحنا وقتها فيونسي، ومن بعد طلعوا عرسنا في ايطاليا وقعدنا غادي معناها، وكمان ناحيتنا غادي بصراحه. اليوم تونس ما تزوجش ديما؟ والله لا احنا كنا كل عام خاتيك مونجي لتونس، وانا كنت كل 6 اشهر نجي. هذا نحكيك قبل لو طون معناها في 2002 2003، وانت ماشيه كنت نستحش برشا العائله، ما كانش عندي صغيرات لاني مخرت في جيبينهم. كنت ديما نجي بصراحه ونبدا عامله جو فرحانه، وكنت نحس بالامان زاده، لانه حتى في كنا نسوق ما كانش عندي خوف. البوليسيه اللي قام في الكياس في البلايص كلها كانت ممنوعه يوقفوا المراه بعد 10 نتاع الليل، احتراما فينا ووقايه النساء. وبعد ولد كي جبت الصغار كل عامين ما نكذبش عليك خاطر برشا كثرت، يعني انا البي غليت معناها اضعاف اضعاف اضعاف. شو نقول لك؟ تفهموش نحكي معاكم البي سنة توانسه مقيمين بالخارج، خاصه اللي عندهم عائله وحتى اللي ما عندهمش عائله، يعلم بي ربي غادي يخدم عام كامل يحب يروح. البي غاليه برشا سنة البي قداش سومها؟ نحن كما روحناش توا في جوان كنا مروحين في جويليا، في جويليا لقيناها 3000 يورو معناها ما يعادل 10 ملايين وشوي، ولينا بدلنا كونجياتنا وحطينا في جوان باش خلصنا 6 ملايين. برشا توانسه خيروا انهم ما يرجعوش بصراحه. اي ثم برشا الواش الغليم تاع البي غليم تاع البلاد. هاني قلت لك نحن اختي عندنا 20 يوم صارفين فيها 20 مليون، عباره معناها مليون في النهار. اللي سمعنا فما ناس تقول يبالغوا هذوما. فما ناس شنو؟ تقول يبالغوا. لا مش صحيح، يدخلوا يشوفوا عملوا دو في نتاعو، تحب نوريك انا زاد دو في نتاع الباتو، تو نخرجوا لك شوفوا قداش الباتو، قداش نحن نصرفوا، هاك شوفي نحن اختي نجيو نصرفوا راه نحن نجي مش نتفرهدوا، نعاود لك نقول لك نحن المفيد نلقاو السيرفيس ونخلصوه. وحنا اليوم قاعدين نعمل اليوم ليمه الاخرى عندنا، انا جاي نقضي. باش نقضي اقل شيء باش نحطوا 500 600 دينار، شويه فحات شويه كذا، فهمتني؟ قريب توفى هي فاكونس نهار 5 ان شاء الله. نهارين ونروح. رغم الغش ونعرف اللي تغششتوا برشا وتفاجئتوا برشا حكايات وقلتوا عامين وتبدلت برشا امور، اما كومي تقعد تونس في اللحظه اللي تخموا فيها مالجري صرفتوا مالجري معناها حتى سيرفيس مش هو، من الاسف هذه حقيقه لازم نقولوها زاد، اما تقعد تونس بلادنا اللي نحبوها واللي تعز بينا كي احنا كيش نمشوا غادرين. شو هذا هو نحن في 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 ايطاليا مثلين بلادنا احسن تمثيل. فهمتني نحن كتوانسه اللي في ايطاليا نحكيك نحن في ترينتو، فهمتني؟ اختي لبست عنا التقليدي موجود، رمضان جو تونسي، العيد كيف كيف، نحن نتلموا نحن واصحابنا عائلات التوانسه باش نحيوا الجو التوانسه هذا، فهمتني؟ عايش اولادنا في جو تونسي بالضبط، وتلاين يعرفونا اللي نحن مثلا عندنا رمضان، عندنا العيد، عندنا كذا، نحن اولادنا نهار العيد ما يمشيوش للقرايه، نشريوا لهم حوايج جدد، ياخذوا المهبه، نتلموا نحن العائلة التونسيه، نزوم للبارك، نزوم للمانيش، كيما كنا نحن نعملوا قبل كي كنا صغار.
ساريت رمضان نحكي طيبوا الماكله كل شيء اي طيبوا ونخرجوا حتى للعباد البرا بصراحه نخرجوا للي جايين حارقين يبداو في البارك ويت قاعدين نهزوا لهم الماكله نتلموا الناس الكل الحاجه هي باهيه ثم في فيرونا كما تعرفوا يشتموا ولا في بولونيا يعملوا عشاء جماعي في وسط في السونتر فيل نتاع فيرونا ولا بولونيا تلقى التوانسه والمغاربه الناس الكل اخر نهار في رمضان ويشارك معاهم حتى والي المدينه ويشاركوا معاهم التلاين يعملوا شقان فطر شو نقول لك اختي عالمي شنو الخدمه غادي سامحني شو تخدم مترجمه وانت سامحني يعني نخدم في وتير ناشطين غادي قاعدين تقابلوا برشا في تونس المقيمين غادي قاعدين تقوموا بعمل اجتماعي ولا لا شوف خلينا نكون معك صريح الجمعيات التوانسه اللي في نسكن نحن في ترينتو ثم واحده بركه تعبه مساكين ما لكن نحن مشاركين في جمعيات تلاين فهمتني النشاط اختي نعاونوا العائلات اللي عندها الحق في الديار الشعبيه وما يعطيوهمش نعاونوا في العائلات برشا بالاخر نوصلوا الميساج هذايا تاع برشا عائلات التوانسه عندهم الحق في الديار هذه الشعبيه وما يعطيوهمش برشا عائلات التوانسه باولادهم مطيشين في الشارع مخرجينهم من ديار الكري البريفي ما قمومش قادرين باش يخلصوا يخرجوهم في الشارع فهمتني ثم برشا اولاد توانسه وعائلات توانسه فكولهم اولادهم يفكولهم في اولادهم انا شخصيا قنصلي لا ما يلعبوش لكن استنى بالقنصليه وحكينا مع القنصليه وصلنا الملحق وصلنا صوتنا اللي راه قلنا لهم راه ثم اولادكم توانسه قاعدين يتفكوا لنا في ايطاليا يزين كنت تدخلوا انا كانسان عادي ولا منخرط في جمعيه راني ما نجمش نعمل اقل حاجه قل مش عارف صغير كي حاجه يجوا يحقوا حتى كيف تعطي صغيرك فما شويه تدخلات اما وراهي ولات حاجه شائعه ولات حاجه بالنسبه لهم هما عاديه فهمتني هذا هو فاش نقول لك حاجه بحكم خدمتك انت وقلت لي حاجات عندنا توانسه من هنا في تونس قاعدين يضحيوا بصغارهم عمار 12 و 13 و 14 و 15 عام قاعدين يتصرفوا لهم ويحرقوا كل يوم عندنا اريفاج احنا كل يوم نحكي في البلاد اللي انا فيها اللي صغيره مانيش نحكي لك على سيسيليا وين قاعدين يهبطوا هما نحكي لك على البلاد اللي انا فيها كل يوم عندنا اريفاج اقل يعني كونتيتي قاعدين 15 واحد اللي كلهم نحكي لك على تونس خاطر احنا عندنا مغاربه عندنا جزيريه عندنا يعني من السودان من بلاصه الكل ولكن التوانسه اللي قاعدين يجوني اعمارهم تتراوح بين 13 و 15 سنه الكلهم دي مينور يبعثوا فيهم اهاليهم لانه حسب اللي يسمعوا فيه قصص قاعده تتراود انه المينور كي يمشي تلهوا بيه فرحوا بيه وصرفوا عليه ويقريوه فهمتني ولكن ما همش عارفين لي كونسيكونس شنيا النتائج السلبيه على صغارهم شنيا اول حاجه هو الطريق اللي يعملها ويجي ويتمرمد انا من كل مره في مركز استقبال فهمتني الطريقه طبعا يعني مش تكثر عليهم مش تكون طريقه مش تكون طيبه على الاخر تتبدل عليهم نمط العيش الماكله طريقه المعامله اللي مستلس بدليل في دار امه ما يلقاش دليل غادي يتنحى التليفون يستعملوا ساعتين في النهار فهمتني يطيب معاهم ينظف معاهم حتى التواليت يعيش عيشه نتاع ميليتير فهمتني كله بالقوانين واللي خالف القانون يتم طرده تماما فهمتني حتى ولو صغير داخل اي حتى ولو صغير لانه هو شنو القانون في ايطاليا ممنوع انه صغير يقف في الشارع من غير ولي اللي ما عندوش ولي وما عندوش حتى احد يقرب له يتكفلوا به ولكن يتكفلوا به صحيح يعلموه يقري ولكن بشروطهم هما مش شروطك انت يلزمك انت تمشي يعني بنفاق والا بطريقه اللي ما تخالفهمش تخالفهم تفضل لبرا نسلك نعالك مع ناس بصراحه خلينا نوصل فما اللي دخل في دومين الدروك تلمولي ولا ما عادش نجم يتحمل ولا يشم ولا يستعمل الزطله فما اللي يضرب بروحه واللي هزينه للسبيطار فما اللي يحاول ينتحر يرمي روحه من الربع طاق فما اللي يعمل اضراب جوع يعني اتقي ربي في اولادكم حقيقه اتقي ربي في اولادكم وبلادهم خير بلاد الناس الامهات مش شرقين فما امهات تدفع في الفلوس وتلم في الفلوس وتبيع في ذهبها باش تخرج صغير اللي تحيط 10 ملايين تعطي فيه باش يحرق ويحرقهم وما تعرفش قاعد يعملهم الحراق وما تعرفش يجي قريب يوصل لسيسيليا وينقب الباتو لانه الباتور جولجوم هذيك الوحده البلاستيك السيليكون ينقبوا باش تجي بعد الوحده الحرس نتاع واذا هذا اتقيوا ربي في ولدكم بالحق اتقي ربي لانه 10 من نحلوا به حتى نصبه انا ولا مشروع ويعيش معز اذا تحب تبعث ولدك ابعث هو قاري هو مثقف يخدم البرة ما يسالش مرحبا اما ما تبعثوش يتمرمد عند الناس ومن بعد يستغلوه حتى في العامله لانهم بعد ما يعملوا التكوين المهني يخدموه مع زيزه لحسابهم يخلص 100 يورو في الشهر شو نقول لك اختي بحكم تواجدكم غادي الدرنير موسى صارت بوليميك شويه هكا حتى اعلاميين تناولوه الحرقه اللي صارت من قربه صار فيها شوي غموض هل عندكم فكره خاطر هما مشاو لايطاليا المفروض هل في 24 الشهر اللي فات 24 افغيل اللي ماتوا فيها اولاد ما يعطيوش معلومات
ما يصرحوش، هما ديجا ساعة متقلقين هما بالعباد اللي قاعدة تجي، فهمتني؟ وهذه يا أختي باش نقول لك مهمة القنصليات اللي غاديك ووزارة الخارجية. ميساج اخير، ما نحبكمش متغشين، خاطر تونس للاسف اليوم احنا كيما مع التونسي يتصرفوا، كيما مع التونسي اللي جاي من الخارج. اليوم بلدنا صعبت برشا، والتكشيره ولت باسبارتو للاسف شديد نعاني فيها لهنا، والتمييز في المعاملات. والله شنو نقول لك، احنا توانسه اصلا يعني، وتوانسه وعشنا في تونس وقرينا في تونس ومشينا لبرا، ولكن للاسف نتاسف على اولادنا اللي عندهم كمان مونتاليتي نتاع البرا، وتعودوا على نمط البرا، انه كي يجي تونسي يجي فرحان، لانه احنا حببناهم في بلادهم في تونس، حببناهم في الماكله التونسيه، في الجو التونسي، في العائله، في برشا حاجات، في رمضان، هذا يراعيوا فيهم مزدا ربي هما، خليهم على الاقل انا وليدي اللي نموت انا ولا ابوهم يقعدوا يذكروا تونس، ما يكرهوش تونس، هذا الحاجه الوحيده اللي يخموا، ويلزمهم يعرفوا اللي احنا ولا اولادنا استثمار لتونس، لانه ندخلونا احنا في الاشهر نتاع الصيف ما يدخلوش هما في عام. فقط صديقي انت مسؤوليتك انت زاده، راهو اولادنا انا نعرف عندي في فامي شكون كبروا شويه صعبت عليهم العوده. انت اليوم مسؤوليتك مهما كانت الظروف ومهما كانت المعامله لازم تقنع صغارك انهم لازم يروحوا، لازم موعد قار انهم يروحوا لتونس. والله ورا اختي صدق بالله، يا انا ما نحبش نهبط، ولادي يحبوا يهبطوا. نحن اولادنا هما تو يلزوا فينا باش نجيو لتونس. نحن نحبوا نهزوهم البلاصه باش يتفرهدوا فيها، تعرف معناها ما تتفرهد؟ باش تعطي فاكونس اختي. تجي لهنا معناها اي بالضبط، نحن باش نجي لهنا باش تعمل ستريس، نحن الفاكونس نتاعنا خسرنا فيها ثلاث ايام على حكايه الباسبور. مشينا الوتلة سوي ترى كيفاش، مشينا الوتلة ما لقيناش سيرفيس مرمدنا، نحن نحبوا نهزوا اولادنا بلاصه باش يمشي عندي فيها فاكونس يتفرهد، ورس اختي هما اللي يلزونا مع هذا، هما اللي يلزونا باش يجيو لتونس. شكرا لكم وان شاء الله زينه. ميرسي بوكو، عايش هالسنه. الله يخليك، ربي يعينك.